الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن بديع ما يروى أن سهيل بن عمرو كان في سفر مع زوجته، وأثناء الطريق اعترضهم قطاع الطرق وأخذوا ما معهم من مال وطعام، ثم جلس اللصوص يأكلون ما حصلوا عليه، فانتبه سهيل بن عمرو أن قائد اللصوص لا يشاركهم في الأكل، فسأله: لما لا تأكل معهم؟ فقال: إني صائم. إني إيه؟ صائم. فدهش سهيل، قاله: تسرق وتصوم؟ فقاله: إني أترك بابا بيني وبين الله عز وجل لعلي أدخل منه يوما ما. أترك بابا بيني وبين الله عز وجل لعلي أدخل منه يوما ما. ثم بعدها بعام أو بعامين رآه سهيل في الحج عند الكعبة، وقد أصبح زاهدا متنسكا، فنظر إليه وعرفه، فقال له: من ترك بينه وبين الله بابا لابد أن يدخل منه يوما ما. من ترك بينه وبين الله بابا لابد أن يدخل منه يوما ما، فلا تغلق جميع الأبواب بينك وبين الله عز وجل، حتى وإن كنت عاصيا فلعل بابا واحدا يفتح لك أبوابا كثيرة. في سورة الطلاق فيها ما يسمى بثلاثية التقوى، ثلاث آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاءت هذه في التعقيب على الوصفة الشرعية للطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الطلاق مشروع؟ نعم مشروع، لكن له قواعد، كما أن للزواج قواعد. كما تزوجت على وفاق شرع ودين، فليكن طلاقك إن كان ولا بد منه وهو أمر بغيض على وفاق شرع ودين كذلك، نفس الشريعة ونفس الدين. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فليسبق ذلك وضوء. فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، وهذا لا يكون كذلك إلا إذا كان في طهر لم يمسسها فيه. إن طلقها وهي حائض، هذه الحيضة لا تحتسب ضمن العدة فيطول عليها العدة. طلقها وهي طاهر في طهر قد جامعها فيه، لا يدرى، ربما تكون حاملا ربما تكون حائلا، فلم تتبين عدتها بعد. ولهذا قال: فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. فلكي يكون الطلاق شرعيا لا بد أن يكون في طهر لم يمسسها فيه مرة واحدة، ثم تبقى في بيت الزوجية، لا تخرج ولا تخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من سار في طلاقه على وفاق الشرع المطهر، فإن الله جل جلاله يجعل له مخرجا إذا ندم وشعر أنه اندفع وتسرع واستبد به غضبه وحمله على ما يكره وعلى ما يندم عليه، إذ أنه لسه في باب
ومخرج، لأن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فدي الآية الأولى، صحيح هي في أعقاب الحديث عن الطلاق لكنها تقرر قاعدة عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج، ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال ولا يكون ذلك في حسبانه. الآية الثانية نفس السورة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ييسر الله أموره ويسهل له كل أمر عسير. الآية الثالثة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمحو عنه سيئاته التي ارتكبها، يعطيه أجرا عظيما في الآخرة، وهو دخول الجنة والحصول على النعيم الذي لا ينفد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. التقوى الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم تقواه والعمل بما يرضيه جل جلاله، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا في كل يوم خيرا وعلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.